أعظمك يا رب لأنك نجلتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي، استغثت بك فشفيتني. يا رب، أسقطت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقياءه واحمدوا ذكرى قدسه. استمع يا رب وارحمني، يا رب كن معينا لي. نرحب بكم متابعي قناة القيامة وبرنامج مسيرتي مع الرب. اليوم ضيفنا من الدنمارك هو الأب فارس توماموشي. يا أهلا وسهلا بأبونا فارس. بكم أكثر قناة القيامة، أهلا وسهلا بكم أبونا. اليوم نريد نتعرف على حضرتك وعلى أبنائنا الموجودين في الدنمارك. كم كنيسة عندكم؟ الأوضاع يمكم؟ الخدمة شونة؟ عندكم قداديس لولا؟ فحضرتك في الدنمارك، هل حضرتك الراعي الوحيد في الدنمارك لأبنائنا؟ نعم، تعينت في الدنمارك سنة 2006، منتصف 2006. قبلي كانوا يجون كهنة يعني شهر شهرين ثلاثة شهور، خاصة كان المسؤول على أوروبا المونسونيير فيليب نجم اللي كان هو يدير الخورنة، وهو اللي كان يقدس ويروح ويجي للدنمارك كثير مرات، خاصة بالأعياد بالمناسبات، إلى أن تعينت آني كراعي أو ككاهن أول يتعين في الدنمارك مسؤول الكنيسة أو الجالية الكلدانية الموجودة في الدنمارك. نعم. إذا أبونا، هاي حضرتك في الدنمارك بحدود 14-15 سنة تقريبا. نعم نعم. لما وصلت للدنمارك، حضرتك جاي من العراق من بغداد، تمام؟ فشون نعم. كان الاندماج؟ اللغة الدنماركية صعبة أبونا؟ اللغة هي صعبة، نعم، والمجتمع أيضا لما تطلعين من مجتمع شرقي إلى مجتمع غربي أكيد أكو صعوبات، أكو صعوبات هواية، لكن هذه هي رسالتنا إحنا ككهنة. فأنا لما اختارني سيدنا الباتريارك مار عمانويل دلي أن أكون راعي لهذه الخورنة، وبالأحرى كان على أساس أني تعيني يكون للسويد، بس بما أنه هنا ماكو كاهن فارتأى المونسونيير فيليب نجم على أن أبقى في الدنمارك وأكون كاهن للجالية الكلدانية الموجودة في الدنمارك. فأول ما أجيت أكيد أخذت إقامة العمل من المطرانية الكاثوليكية الموجودة هنا في الدنمارك. أول ما وصلت أكيد باشرت بدراسة اللغة، درست لغة، وحتى إجازة السوق هم لازم نطلع جديدة، هم درست، وحاولت أن أوفق بين الدراسة وبين الخدمة، لأنه تعرفين أخو جنان هنا قبل كان عندي سبع مراكز يعني، فكانت شوية صعوبة أنه التنقل. أول ما أجيت ما كان عندي سيارة، إلى أن أخذت سيارة، فصعوبة التنقل بين سبع خورنات، لهذا حاولت أن أوفق بين الخدمة وبين الدراسة. على ما خلصت دراسة اللغة تقريبا 3 سنين وكملت رسالتي بالخدمة، وبقيت متفرغ لخدمة المؤمنين هنا في الدنمارك الموزعين على 6 خورنات. مثل ما قلت لك كانوا 7، بس واحدة من الخورنات دمجتها مع خورنات اللي كانت في كوبنهاجن قريبة، دمجتها مع كوبنهاجن
فبقوا 6 خورانات، 6 مراكز يعني. نعم، 6 أماكن متفرقة في الدنمارك نعم تخدم بها الوحدة كابونة، فهالأماكن نعم هل هي بعيدة واحدة من الثانية؟ نعم عندي المركزين الرئيسيين اللي هم مدينة أورهوس ومدينة كوبنهاجن العاصمة، نعم وبعد عنهم 300 كيلومتر، فاحتاج 3 ساعات بالسيارة على ما أوصل. باقي المراكز اللي عندي في القريب عن من كوبنهاجن، مركز خورنة نستفيد يبعد تقريبا 82 كيلو من كوبنهاجن. عندي هنا مركز أورهوس، عندي مدينة أولبورغ اللي تبعد 130 كيلومتر، عندي مدينة هورسنس اللي تبعد 50 كيلومتر، وعندي مدينة إسبيا اللي تبعد 100 وتقريبا 170 كيلومتر من أورهوس. فنعم تنقل تقريبا يعني أسوق بالسنة 60,000 كيلومتر تقريبا. ما شاء الله، أيه. الرب يكون بعونك أبونا، إن شاء الله هالخدمة مقبولة. فإذا حضرتك أول كاهن لخورنة مر أب الكبير الكلدانية الكاثوليكية في الدنمارك، أريد تنطي نعم توضيح شوية أكثر لمتابعي قناة القيامة، هل خورنة على يد من تأسست؟ نعم قبل ما أتعين كانت إرسالية، يعني لأنه قلت لك كان يتوافدون كهنة منهم يعني سيدنا إيميل، سيدنا فيليكس، أبونا فادي، فيليب، أبونا إبراهيم الراهب أيضا خدم هنا ومعروف، يعني يعذرني اللي ناسيه، وخاصة المونسونيير فيليب نجم اللي هو كان طبعا المسؤول اللي كان زائر الرسولي على أوروبا. فكانت إرسالية لما أني تعينت كاهن ثابت في 2008. المطرانية الكاثوليكية هنا في الدنمارك انطونا كنيسة إلنا في كوبنهاجن تكون باستخدامنا نحن بس، وبعدها بسنتين انطونا ايضا كنيسه في هذا المركز اللي هو اورهوس، مدينه اورهوس ايضا انطونا كنيسه تكون تحت خدمتنا واحنا نتصرف بها. صار عندي مركزين، كوبنهاجن كنيسه مالتنا، اورهوس كنيسه مالتنا. بعدين طبعا كلام ابونا مونسنيير فيليب مع المطران اخذ وانطي الى اخره، صار انه هذه المراكز او هذه الكنيسه بدل ما تبقى ارساليه فسووها خورنه، والخوري اللي يخدمهم هو اني. فمن 2008 بدا الارساليه، كانت كنا مسميها إرسالية ماربولوس، بدل إرسالية ماربولوس قلبناها إلى خورنة مار أبا، وهذا الاسم طبعا أيضا اختاره مونسنيير فيليب نجم، هو اللي اختار مار أبا كباتريارك الكنيسة الكلدانية، اللي عمل أيضا كثير أمور تجدد بالكنيسة الكلدانية وكثير أمور أخرى خدم بها الكنيسة الكلدانية، فكان باتريارك عظيم، ولهذا سمينا كان خورنتنا في الدنمارك باسم خورنة مار أبا الكبير. إذا تحولت الإرسالية إلى خورنة، كلمات بسيطة أبونا، ما الفرق يعني لما تحولت من الإرسالية إلى خورنة؟ شنو هي المميزات اللي امتازت بيها حاليا؟ يعني هي الإرسالية مثل ما قلت لك، الإرسالية معناتها يعني بالإنجليزي يسموها ميشن، مشيون بالدنماركي مشيون، يعني كاهن ويقدم خدمات. لما نصير خورنة معناتها أكو قضية رسمية بالموضوع، صارت خورنة تابعة
للخورنة الكبيرة الأبرشية الدنماركية الموجودة هنا في الدنمارك. فطبعا الخورنة مميزاتها تختلف عن ما تكون إرسالية، يعني الإرسالية ممكن أن تبدل في أي وقت آخر، إرسالية فلان إرسالية فلان إرساليات، شلون كانوا الرهبان أيضا يروحون إرساليات، يعني مرسلين. بس لما خورنة معناته خورنة هذه صار شيء ثابت، وأكو خوري اللي يقوم بالخدمات الخاصة للمؤمنين. نريد نتعرف عدد الأوائل الموجودة في الدنمارك التابعة لخورنة مرأب الكبير الكلدانية الكاثوليكية. طبعا بالبداية أقولش أكيد هنا بالدنمارك شوية صعوبة نيل الإقامات. نعم. أكو صعوبة. اللي جايين عندنا ناس يعني جايين تقريبا بالثمانينات وبعدين بالتسعينات وبعدين إلى تقريبا أقدر أقولش 2007 2008 ماكو إقامات. فاللي جايين وباقين عندنا هسه تقريبا 450 عائلة، ودا يزدادون لما شبابنا يتزوجون من الشابات الموجودين هنا في الدنمارك، فدا تزداد العوائل من خلال هالمسيرة هذه. فاحنا عندنا 450 عائلة موزعين إلى هذه الخورنات الستة. من النشاطات اللي تقومون بيها ما هي أبونا؟ النشاطات طبعا كان أكو قبل كورونا كان عندنا نشاطات كثيرة، منها عندنا نشاط الشبيبة بحيث كل سنة احنا الشبيبة الدنمارك ككل نعمل مخيم لثلاثة أيام. هذا واحد. شيء ثاني، في كل خورنا تقريبا خاصة في أوروس في كوبنهاجن في أولبورغ في هورسنز يجتمعون الشبيبة أيضا لتداول مع بعضهم البعض محاضرة دينية أو ثقافية إلى آخره. عندنا نشاط التعليم المسيحي، عندنا نشاط التناول تقريبا كل سنة بخورنا، عندنا أخوية قلب يسوع الأقدس، عندنا جوق الكنيسة طبعا من الشبيبة الموجود هنا، حتى قبل ما أجي كان موجود هذا الجوق كل سنة وكل سنتين ثلاثة قسم يطلعون قسم يدخلون، لكن الجوق موجود في الخورنات. عندنا بعد نشاط بنات مريم قلب مريم اللي هم جروب الصلاة، فأكيد هذه نشاطات. عندنا طبعا كان عندي أيضا قبل كورونا قبلها كان عندي نشاط أيضا لقاء العائلة اللي دا أفكر أنه رح نرجع بعد أن رجعت الأمور هنا صارت أحسن بكثير 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 بخصوص الكورونا، فرح نرجع من جديد لهذه النشاطات، وخاصة الشبيبة هسه شهر الـ11 عندنا لقاء أيضا مع الشبيبة، ورح نرجع أيضا إن شاء الله لقاءاتنا مع العائلة. وعدنا كان عندنا أيضا كل سبت كان عندنا لقاء محاضرة دينية أو ثقافية أو ترفيهية أيضا هنا في خورنة سانت نيكولاي في أورهوس، كان عندنا لقاء يجون العوائل الموجودة هنا ونلتقي بهم آني ولجنة الكنيسة، إما محاضرة أو لقاء ترفيهي أو لقاء ثقافي إلى آخره. هسه صار أنه نجتمع هذا اللقاء مرة واحدة بالشهر، وإن شاء الله بالمستقبل
ممكن أن نسويه مرتين بالشهر. فالحمد لله لقاءاتنا ونشاطاتنا دائما لازم تكون موجودة، وقد ما نقدر طبعا، لأنه طبعا الإمكانيات أيضا تلعب دور كبير. الإمكانيات شنو قصدي الإمكانيات؟ يعني كجالية مثلا، أنت جينا تقارنين الدنمارك بسان دييغو، لا يعني سان دييغو بوحدها أكثر من 70,000 عائلة، مو نعم بلكي 70,000 عائلة إذا مو أكثر يعني. تمام. إحنا هنا 150 عائلة، نجي نقارن بالسويد 20,000 شخص، هنا 2500 إلى 3,000 يا دوب نوصل. فطبعا هذا أيضا له تأثير سلبي، له تأثير في نوعية النشاطات، في أداء النشاطات. بس لكن نحن ما نقصر، نحاول قدر الإمكان بالإمكانيات اللي عندنا نعمل الشيء اللي نقدر عليه دائما. أهم شيء إنه نحن أهم شيء ككاهن وكمساعدين ما نقصر في الخدمة، وطبعا الخدمة مناطة بكل المؤمنين. أي شخص يرغب أن يخدم، يرغب أن يقدم، يرغب أن يعمل، فكرم الرب هو واسع واسع، ما يتوقف على شخص ولا على أي إنسان، دائما مستمر. في زمن كورونا الكثير من الكنائس انسدت أبوابها، ولكن أبهاتنا كانوا مستمرين، فنريد نعرف النشاط اللي قام به أبونا فارس، خاصة البشير يوحنا من 9-4 يقول: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. نعم نعم، من صارت الكورونا وشفنا أنه الناس مدى تقدر تجي للكنيسة. نعم. ممنوع، لأنه صار منع تام. فأنا والشمام يوسف صراحة اللي استعدوني هنا في خورنة أورهوس بس وبكوبنهاجن، قررنا أن نعمل كل أحد نعمل قداس أونلاين. نعم. حتى نحاول أن نشرك أبنائنا المؤمنين بالقداديس، هاي واحد شيء. ثاني حتى ننطيلهم انطباع أنه الكنيسة ما تنقفل، ما تنسد، أبواب الكنيسة مفتوحة، مع أنه هسه كورونا، بس لكن الكنيسة هي مفتوحة والقداس موجود. وحتى إذا أنتوا على أونلاين مو مشكلة، لأنه الظرف هيك دا يتحتم علينا. هذا واحد. وشيء ثاني، بديت أسوي أيضا محاضرات كل أسبوع تقريبا، كنت أعمل محاضرة حتى أيضا أكون مع المؤمنين ويكونون وياي هم همينا. كنا نسويها محاضرة لايف، وكان أكو حتى أسئلة وأجوبة لايف من المؤمنين. فحاولنا قدر الإمكان أن نكون مع المؤمنين، مع الناس، حتى لا احنا نكون بعيدين عنهم ولا هم يكونوا بعيدين عن الكنيسة. وحتى القربان اللي كانوا يحتاجون قربان كنا نروح نودي لهم اني او اشتمامس الانجيليين اللي عندي. وبالعيد تقريبا كثير من الناس ودينا لهم قربان حتى لا يكون محرومين من اقله جسد الرب بعيد القيامة او بعيد الميلاد. ذكرتيني أخو جنان موقف صار عندي بهالفترة، خاصة بالجمعة العظيمة لما بدينا نصلي أنا والشمامي سب وحدنا، وبديت أكرس أصل كلام، يعني هيك صار عندي نغصة. ليش؟ لأن دا باوع القنفات فارغة، الناس ماكو، فإلا شوية دمعتي تنزل، يعني كلش تأثرت بهالموقف، خاصة موقف إنه يسوع دا يتألم وما حد ماكو وياه، بس كاهن وثلاث أربع شمامسة. فكان موقف جدا يعني محزن، مؤلم
بس الحمد لله والشكر مثل ما قلنا وبصلوات كل المؤمنين قدر يعني الله أعطانا هذه النعمة أنه اليوم رجعنا إلى حياتنا، خاصة هنا في الدنمارك رجعنا إلى حياتنا الطبيعية بعد هذه الغيمة اللي كانت قوية جدا. أبونا من سفر المزامير 55-22 يقول: ألقي على الرب همك فهو يعولك. فهنا أنا كيف تلقي على الرب همك؟ بدأ تعالوا إلي يا أيها المتعبين والثقيلين أحمال وأنا أريحكم، يقول يسوع. آمين. أنا الإنسان دائما لما يشعر أنه هو تعبان، خاصة تعبان نفسيا، خاصة تعبان فكريا، أن يتوجه إلى الله، لأن إلهنا هو فعلا إله الراحة. يتوجه إلى الصلاة، يتوجه إلى الكنيسة، يتناول، يسمع كلمة الله. التعب الجسدي يروح، بس التعب الروحي إذا ما اقترب إلى الله، إذا ما أذب همي إلى الله، يا رب مثل ما كان يقول مار بطرس، قال ليسوع: على كلمتك سوف ألقي الشبكة. خلاص أنا مدى أقدر أصيد، بس بما أنه أنت قلت فعلى كلمتك ألقي الشبكة. فحلو أن دائما نشعر بقرب الله اللي يقول لنا دائما: لا تنسون أنا معكم عمانويل، لا تخافون، أنت تعبان طيني همك. أحكي لك هاي القصة. في يوم من الأيام واحد سأل القديس على ما أذكر برناردوس أو هيرونيموس، واحد من القديسين، فسأل اللي ويا قال له: شنو اللي لازم نقدمه للرب حتى يفرح؟ شو تريد يا رب؟ كان يقول: ما هو؟ قال: أقدم لك أعمالي. قال له: لا ما تفرحني هذه. أقدم لك حياتي. لا ما تفرحني. أقدم لك إنجازاتي. لا ما تفرحني. أقدم لك في أمور. قال له آخر شيء كان يقول له: انطيني خطاياك، انطيني تعبك الروحي، انطيني إياه وأريحك منه. فإلهنا هو واحة الراحة. يعني اللي يلتجي إلى الله: إلهي إلهي رجائي إليك التجائي. فاللجوء إلى الله: يا من أصيب بنكبة أو بلاء فليبادر إلى العذراء مريم، إلى القديسين، إلى ربنا يسوع، أكيد رح يخلص. آمين يا أكيد. رب. أبونا فارس، لما نروح على وسائل التواصل الاجتماعي على الصفحة الخاصة بخورنة مار أب الكبير في مدينة أرهوس وضواحيها، إحنا أنا ما شاء الله عندكم كثير من المحاضرات اللي هسه تطرقت عنها، وأيضا نسمع تراتيل جميلة جدا بصوت ملائكي من قبل أبونا فارس توما. فهسه نريد نعرف هذا الصوت الجميل يمتى بدأ، كيف اكتشفته، ونريد تسمع جمهورنا إحدى هالصلوات المرتلة. بالحقيقة أنا بدأت مسيرتي الإيمانية، خلي نقولها، مع الرب من أنا عمري 11 سنة، من أخذت التناول. وعمري 12 سنة أنا خدمت قداس كشماس. شماس مرسو؟ لا شماس عادي صغير 12 سنة. نعم 12 سنة. بعدين ورا 3 سنين رسمت قارئ، ورا 4 سنين 5 رسمت رسائلي، وبعدين دخلت للسيمينار. فهذا الصوت من أنا عمري 12 سنة أقدم، فصوتي اتدرب
تدرب بالمقامات وتدرب بالتراتيل، فيوم عن يوم من كنت أخدم ما أعرف موهبة إلهية هي، أشوف صوتي يقولون صوتك حلو، حلو تخدم إلى آخره، فظهر اكتشفت هذا الشيء من أنا عمري 12 سنة. وطبعا إذا تحبين أحكي لك المسيرة، مسيرتي كلها لو أردت هسه وبعدين نكمل. لا نتمنى نسمع إحدى صلوات أبونا. نعم، خلي أقول فت مقطع مال أمر لي عيتة، التفيلة هذه اللي تعجبني جدا. نعم نتمنى. أكو كثير تراتيل بس راح أقول هذه أول شيء. أمر لي عيتة أي كام صويا دونه اونه اونه عال شمشا لا 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 وامير دمر وامير بطاويم شمشا داك انزلقا. طبعا يسلم هذا الصوت أبونا، وفعلا صوت حلو. فهنا نريد نعرف جمهورنا مدى اهتمام أبونا فارس توما بجوقة كنيسة الدنمارك. تتواصل معهم دائما؟ مثل ما قلت لك أخو جنان، جوقة عندي هنا بأورغوس، جوقة عندي بكوبنهاجن، جوقة عندي بأسبيا، جوقة عندنا بنسفة، جوقة كل مكان مو؟ نعم. أهتم، يعجبني دائما أن أسمعهم، يعجبني دائما أن أسمع تراتيلهم، وأي شيء يحتاجون ما قصروا إياهم أبدا، وأشجع أشجع دائما. يعني مثلا أجيب لك مثال، بنسفة ما كان عندنا جوقة، اثنين ثلاثة قالوا أبونا نقدر نرتل، قلت لهم ليش لا، اثنين ثلاثة صاروا سبعة ثمانية. حلو، لأن القداس، القداس بدون جوقة يعني شوية يكون يابس، شوية يكون ما ألف، يعني طعمه ما يكون. القداس هو كقداس نعم كامل مكمل بكل معنى الكلمة، بس التراتيل تنطي روحانية، روحانية، وخاصة خاصة مثلا عندنا بكوبنهاجن جوقة أيضا حلوة، بأوقس عندنا جوقة حلوة كلش، يرتلون ويقومون بواجبات الكنيسة، خدمة القداس مع الكاهن من خلال الترتيل إلى آخره. فأنا من الكهنة اللي يشجعون واللي يحبون جدا جدا وجود الجوقة في القداس وفي الكنيسة. طبعا فعلا أبونا من رنم فقد صلى مرتين. أيضا لما نشوف الفيديوهات الزيارات اللي تقوم بها حضرتك، مرت معاك الشمامسة، الأبناء الموجودين في الدنمارك، كثير من العوائل يطلبون حضرتك أنه ترنم بالبيت معاهم. نعم.
فهل روحانية جميلة؟ شوية احكينا عنه. دائما لما أروح زيارة بيت، طبعا خاصة إذا بيت جديد، بنصلي حتى أبارك البيت كبيت جديد. هو نعم. أكو ناس مرات أروح يمهم يطلبون أن حتى أرتب أو أثير نقاشات. يعني أكو مرات ياخذنا جهد ساعة ساعتين 3 ساعات احنا في نقاش. طبعا لانه العطش ما يرتوي فقط انه اروح للقداس واسمع القداس او اشترك بالقداس عفوا واستمع الى ابونا بالوعظة، اكيد هذا الشيء ما يكفي. فلهذا كثير من المرات في زياراتي للبيوت تنفتح مواضيع دينية، أسئلة أجوبة، بالإضافة إلى هذا يطلبون مثلا ترتيلة أو شيء يعني. فما أقصر، لأنه نحن فعلا محتاجين إلى هذه الروحانية، كثير كثير محتاجين. أكيد. أبونا، حضرتك تكلمت أنه بعد التناول صارت يمك الخدمة كثيرة بالكنيسة خاصة كشماس، فإحنا نريد تعرفنا على العائلة، كيفية تبلور الدعوة واتخاذ هذا القرار المصيري أنه تريد تخدم في حقل الرب، تكون أبونا. نعم. مثل ما قلت لك أخت جنان، بديت المسيرة وأنا عمري 11 سنة، سجلوني أهلي بالتناول. وين؟ ببغداد؟ بغداد، كنيسة مارتوما بالنعيرية، اللي كان أبونا داود راعي الخورنة. بديت أتردد إلى الكنيسة لأنه عندي تناول، دروس التناول 3 أشهر الصيف، وأخذنا تناول خلصنا. ثاني يوم، ثالث يوم من بعد ما خلصنا التناول، كل يوم أقعد الصبح أشوف أمي ما موجودة. مام وين تروحين؟ تقول لي فارس أروح للكنيسة. قلت لها ماما ليش أكو بالكنيسة يوم؟ كان تقول لي أكو قداس. طبعا والدتي متوفية، الله يرحم أمواتك ويرحمها. أمي هي اللي زرعت في داخلي هذه البذرة. ليش؟ لأنه من شفتها هيك دا تروح للكنيسة يومية يومية يومية، قلت لها ما يوم أقدر أجي وياك هم أني؟ قالت لي ليش لا أبني، أقعدك الصبح مقمن خصباري، أقعدك الصبح قبل ما تروح للمدرسة تجي وياي تشترك بالقداس وروح روح للمدرستك الله وياك. فيومية الصبح أقعد ساعة 6 6:30 نكون بالكنيسة، أشترك بالقداس، أخلص وأروح للمدرسة. اللي نمى هذه البذرة اللي زرعتها والدتي، اللي نماها واللي سقاها واللي خلاها أن تثمر، هو مثلي الأعلى أبونا داود بفرو، اللي اعتبره ابويا واخويا وكل شيء كل شيء، لانه فعلا فعلا شجعني، انطاني دعم، بحيث لما شافني دا اتردد الى الكنيسه يوميا الصبح كان يقول لي فارس ليش ما تاخذ مفتاح الكنيسه يمك، تجي الصبح انت تفتحها وتحضر، بدل ما أنا أنزل أحضر وقبل ما أبدي القداس. فقلت له ليش لا أبونا، أنا حاضر ما يخالف. فانطاني مفتاح، وبعدين كان عندنا قاعة صغيرة، بعدين ب84 بنينا كنيسة مارتوما الموجودة حاليا بالنعيرية. فانطاني بعد مفاتيح الكنيسة كلها، وبقيت وياه بكل شيء، بحيث صرت أنا ساعور الكنيسة. فكان بكل شيء بالبراخ، بالعماد،
بعيد عن السامعين، بالدفنات، بالجنازات، بالقداديس، بالزيارات، حتى بالسفرات داخل العراق كنت وياه، وياه دائما ياخذني وياه. ليش؟ لانه يعني مثل صرت اللي كانوا يشوفني مرات، كان ناس يقولون ابونا منو هذا؟ ابنك فارس؟ ابنك هو؟ كان يقول لهم اي ابني بالرب، ابني الروحي. فبحيث صرت قطعه من عنده، فكلش كلش كان وياي وياي. وما انسى ايضا ايضا تشجيع اهل ابونا داود، خاصه والدته المرحومه وخواته واهل الباقين، كلهم ايضا كانوا يشجعوني وحبوني، وصرت كانه اني ابنهم. فصرت ابن الكنيسه من ذاك اليوم، من عمري 12 سنه صرت اني ابن الكنيسه، بحيث شغلي وعملي وحياتي صارت كنيسه مدرسه كنيسه، الى ان شفت نفسي انه قلت لابونا، ابونا اريد ادخل السمنير، اريد اصير قس، من عمري 12 سنه ما شاء الله. 12 سنه قلت له اريد اصير قس، قال لي لا لا بعدك صغير، ابقى وياي هسه وخلص الثالث المتوسط ونشوف بعدين. خلصت الثالث المتوسط، قلت لابونا اريد اروح للسمنير، اريد اصير قس مثلك، يعني صار هو مثلي. ما اعرف هيجي يعني، قال لي لا بعد فارس بعد ابقى وياي. قلت لابونا انا اريد اسير قس، انا مقرر يعني. قال لي لا بعدك صغير، ما اريدك تروح وتطلع بعدين. قلت له اوكي ايش وقت؟ قال لي بعد كمل الدراسه مالتك. كملت السادس الاعدادي، مع انه اني في الجنان كنت شاطر جدا بالمدرسه، يعني بالمتوسطة كل سنة أنا معفي، بالإعدادية بالرابع بالخامس أنا معفي من الدروس. نعم. خلصت السادس، قلت لأبونا أريد أروح للسيمنير خلاص. بعد هم ما خلاني، كان يقول لي فارس يعني راح أروح أني المانجيش، فممكن تجي وياي؟ قلت له أوكي ما يخالف. رحنا المانجيش، وصلنا المانجيش، أنا لازم ألتحق بالسيمينير 26/9/1988. نعم. إحنا رحنا يوم 22/23/23/9، رحنا وصلنا هناك، نمت، ما نمت الليل كله، أنا ما نايم. قعدت الصبح قلت لأبونا راح أرجع، قال لي يعني ما بيها مجال؟ أبت، لأنه تعرفين أخو الجنان كان متعلق بي هو همينة، لأنه صرت آني كنت آني بعده بالكنيسة، يعني هو وبعده آني. نعم. يعني مع أنه كان إحنا كنا خمس شباب، خمسة يعني آني وأبونا نياز، مع كل تقديري وسلامي وحبي إلى اللي موجود هسه هو في كندا، وكان عندنا المرحوم إحسان وبشار وابن عمي سروج اللي هسه سروج هو موجود في شيكاغو، واخ بشار ايضا موجود اتصور باريزونا. من بينهم كلهم اختارني اني ان اكون الرجل الثاني بالكنيسه بعده، يعني كل المفاتيح مال الكنيسه بيدي، سجلات الكنيسه، سجلات الاعمار، سجلات البراخات، سجلات الوفيات، كل شيء كل شيء. يعني كنت اني مجرد يباوع ينظر إلي أعرف شي يريد. وصلنا إلى هالمرحلة في الجنان. نعم. فلهذا شافها جدا صعبة أن فارس يفترق عنه، شافها صعبة. فانطاني فرصة وفرصتين وثلاثة، ولا ولا ولا، مو لأنه ما يريدني أسير قاس، لا بالعكس بالعكس، هو اللي شجعني، هو اللي خلاني أخدم بالكنيسة، وهو كلها، بس لأنه كنت ويا كل شيء، ايده اليمنى كنت، فلهذا شافها صعبه ان انا ابتعد عنه واروح للسيمينير. بس شاف انه ما بها تاره، قال لي اوكي فارس اللي تريده
ثاني راح أعطيك التزكية، وحتى التزكية ما دزها قبر، عسى ولعله يغير فارس رأيه. بس شاف فارس مدى يغير رأيه، كان يدزها التزكية للسمنير على أنه أني أكون تلميذ في السمنير، وعلى أمل أن أسير قس يعني في مسيرة إلى أن أسير كاهن. إذن دخلت عام 1988 أبونا بالسمنير، نعم. الأهل شلون تقبلوا هذا الشيء؟ وبالأصل الأهل من بغداد؟ نعم، إحنا أصلنا من زاخو ديرابون ب 1980، يعني كان أخوتي أخوي الكبير واللي أصغر منه كانوا هنا يعيشون بالعراق يعني بغداد، بس أنا وأهلي أبويا وأمي وأخواتي أخوتي الباقين كنا نعيش بزاخو منطقة اسمها مهمدية. نهايات 1979 بداية 80 قبل الحرب العراقية الإيرانية انتقلنا كلتنا إلى بغداد، سكننا بمنطقة النعيرية والقيارة. نعم، أهلي استقبلوا هذا الموضوع بكل فرح، وخاصة الله يرحمها ويرحمها أبويا وأمي، ما صدقوا أنه ابنهم يصير كاهن. هذه يعني شيء غير طبيعي، شيء غير ممكن، شيء لا يوصف، فرحة لا توصف. بحيث راح أقول لك فشي أخت جنان، نعم، قالت يا والدتي قبل ما أسير قس أني بالثاني لاهوت أخوي استشهد في الكويت يرحم أمواتك، والدتي رادت تلبس أسود، قلت لها لا مام ما تلبسين أسود، إذا تريدين تلبسين أزرق وللأربعين فقط، نيلي للأربعين فقط. قالت لي فارس حزني كبير، قلت لها نعم يوم أعرف حزني كبير. قالت لي بس هذا الحزن راح يروح لما أشوفك على مذبح الرب ككاهن. قلت لها نعم يوم، هذا الشيء ما راح أنساه وأكيد راح يصير. وفعلا شقد كان حزنها كبير لما شافتني كاهن، نسيت كل شيء، ما نسيت ابنها الشهيد لا، بس نسيت الحزن، صار فرح كبير جدا. مثل ما يقول مار أغسطينوس، الكاهن بالعائلة هو نعمة إلهية. ففعلا أهلي استقبلوا بكل فرح، وثم أخوتي، نعم أخوتي أيضا، موسى، إيشو، سامي، عادل، شماس سعد اللي هو ضلعي اليمين، ذراعي اليمين اللي هو وياي بكل شيء. أنا هو عشنا حياة جدا 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 قريبين، واحد على الآخر هواية، لأنه بقى وياي وبقينا أنا وهو سوية إلى أن أني طلعت من العراق. فكلش أهلي وأخوتي وحتى أقاربي، بيت عمي وبيت خوالي الله يرحمهم، كلهم استقبلوا هذا الخبر أو هذا الموضوع بكل فرح، لأنه قالوا أحسن نعمة لنا أن تكون في عشيرتنا يكون واحد كاهن. حضرتك أول كاهن أبونا؟ نعم، ما شاء الله، أول كاهن من هذه العشيرة. نعم، أريد توضيح أكثر. عام 1988 انضميت إلى معهد شمعون الصفا الكهنوتي اللي كان موجود بالدورة آنذاك، فنريد نعرف كم سنة بقيت هناك، من كان المشرف أو الأب الروحي لحضرتك آنذاك؟ من الذكريات مال ذيك السنين ش كانت؟ شاركنا. نعم، أول ما دخلت للسيمينير 1988 دخلت بكل اندفاع، كل اندفاع، يعني لأن أنا كنت ساعور
عشت بالكنيسة، يعني عمري إلى أن صرت 18 سنة، من 10 من 11 سنة إلى 18 سنة أنا قضيتها بالكنيسة، ما عندي شغل عمل غير الكنيسة ومدرسة فقط. نعم فدخلت باندفاع جدا، وشفت يعني أنه السمينير والكهنوت يعني ما أقدر أعيش بدون الكهنوت. فبدأنا المسيرة وبدأنا إلى أن قضيتها 6 سنين في السمينير. هذه ال6 سنين أعتبرها من أحلى السنين اللي قضيتها في حياتي، لأنه كلش حلوة كانت، مع وجود بعض يعني أمورات العراقيل، الصعوبات كثير، لأنه تعرفين لما ندخل إلى السمينير أكو قانون، يعني ما أقعد بكيفي، أكل بكيفي، أشرب بكيفي، أطلع بكيفي، لا ماكو، كله أكو نظام. نظام هو أنه تقعد ساعة 6، 6:30 صلاة، بعد قداس، بعد فطور، بعد دروس، وهكذا يومية يومية. من بين المواقف الطريفة، اللي أول ما دخلت للسمينير كان عندنا مرتين بالأسبوع حملة تنظيفات، فأنا كنت يعني مندفع، فطالب عنده فد شيء يسويه. أبو سيدنا شليمون هو اللي كان مدير السيمينير آنذاك، فقال لي فارس إذا تقدر الحديقة الجوانية نظفها. قلت له إيه ليش لا. فبدأت تنظيف، أكو فد خضار يسموه شب الليل، هذا عصرية ساعة 5 6 يبدي ينطي ريحة طيبة كلش، بحيث يدخل بالأروقة مال السمنير هذه الرائحة الطيبة. أنا ما أعرف هذا شنو هو، فأجيت أنظف الحديقة الداخلية، وجيت على هذا شب الليل وقصيته كله. فجينا ورا ساعة ساعتين، اجى ابو نشليمون باوع قال ايش سويت؟ قلت ايش سويت؟ قال لي ليش قصيته؟ قلت له مو دغل هذا مع شنو هذه؟ قال لي يا دغل هذا شب الليل، هذا ينطينا ريحه، هذه قطعت الريحه علينا انت. قلت هاي شنو؟ ولا اعرف انا. فهذا احد المواقف الطريفه اللي مشيتها اول ما دخلت للسمنير. وطبعا المواقف الاخرى اللي كنا دائما بعد الغداء نلعب رياضة أو ننام قيلولة، يعني قيلولة ساعة ساعة وربع. فأكثر شيء كنا نلعب طوبة. أول سنة كنت ألعب، ثاني سنة، ثالث سنة قلت لهم أنا بعد ما أريد ألعب، أنا أريد أكون حكم. فكل ما كنت أحكم لازم يصير قيلوقال، واحد ما يعجبه صفرت غلط. فديوم واحد يجي شال الصافورة من حلقي وذبها واحد من التلاميذ. فهذه المواقف كلها، مع أنه كانت مواقف بلكت سلبية كشباب، يعني واحد يجي يشيل الصافورة من حلقك ويذبها، فكنا نشوفها حلوة، بالإضافة إلى أمورات الأخرى، الصعوبات، صعوبة النظام، صعوبة القيام وال قانون. طبعا دائما نقول انه القانون ما يمشينا، لازم احنا نمشي القانون، بس بالسيمينير لازم اتبع النظام. فشوية كان لي صعوبة، بس لانه عندي رغبة ولانه اريد ان اكون كاهن، فكنت استقبل كل شيء واعيش كل شيء حسب الاصول. احكي لك موقف طريف اخر صار. احنا كل رسامات كنا ندعو المطارين والكهنه للعزيمه، كنا نسوي عزيمه بالسمنير، واكو خدام صفرة احنا الطلاب. ففد مره جوي المطارين، احنا اني كنت من بين اللي يخدمون المطارين، وبعض
التلاميذ يخدمون الكهنة والتلاميذ الباقين. فأني همين شلت الماعون الدش مال الزلافة، فأجيت على سيدنا الله يذكره بالخير ويطول عمره سيدنا متي متوكا مطران السرياني الكاثوليك. فدنجد قلت له سيدنا زلاطة، كان يباوع بي، قال لي فارس سيدنا متي مو سيدنا زلاطة. يعني قلت له العفو سيدنا، يعني تفضل زلاطة. نعم. ومواقف كثيرة أخت جنان أكيد ما تحضر لي هسه، بس حياة السيمينير حياة عظيمة كانت، أيام ما تنسى، لا نعم. تنسى أبدا. أبونا مداخلة صغيرة، حضرتك عندك موهبة الصوت، هل استغلت نعم. هالموهبة أيضا أثناء الدراسة؟ إيه نعم، لأنه عادة بالسيمينير عندنا قارئ، هذا حضرة مو حضرة، عندنا صلاة الصباح والمساء، نعم. نسميه صبرة ورمشة. فصبرة ورمشة بعنياثة برشقالة بسهبة، فلازم واحد يبدي مثلا تاون شباح المريا، تاون شباح المريا جلدت ميهادث، فلازم واحد يبدي والباقين يأخذون. فأول سنة شاف أبونا شليمون أنه صوتي ساعد وسريع الحفظ، سريع الحفظ لأنه سيطرت على هذه الرشقالة، هذه الحضرة هي رشقالة. فقال لي فارس أنت تكون بعد ويا أبونا آزات الله يذكره بالخير الموجود هسه بالسويد، فقال لي أنت تكون ويا القارئ الثاني. والسنة وراها يعني ثاني فلسفة صرت ويا الأول لاهوت، صرت أنا الأول يعني القارئ الأول اللي أبدي، والثاني همين يساعدني وأنظم الجدول مال القداديس مال الصلوات مال الأعياد إلى آخره. فنعم الصوت كان له أهمية كبيرة في أن يعني أستلم هذه المهمة من أبونا شليمون. إذن درست الفلسفة واللاهوت. نعم. يمتى كانت الرسامة أبونا؟ على يد من؟ بيا كاتدرائية أو كنيسة؟ هل كان معك أيضا زملاء آخرين رسموا معك بنفس الفترة؟ الرسامة كانت 8/5/1994، وكنت لوحدي في كاتدرائية مار يوسف في الكرادة. كان أبونا سلوان الله يذكره بالخير أخوي وحبيبي الموجود هسه في أمريكا، سلوان تبوني. نعم سلوان تبوني. أنا وهو بقينا فقط من 6 طلاب، كنا 6، أنا وهو فقط بقينا، أنا كلدانيوم وهو وقتها كان سرياني. فأنا رسمت 8/5/1994 وهو الرسم 11/5/1994. أنا رسمت على يد مثلث الرحمات غبطة الباترييرك مار رفائيل الأول بداويد، وهو الرسم في وقته على ما أعتقد على يد مثل سيدنا المطران متي متوكا ما يحضرني. نعم. أبونا من الأماكن اللي خدمت بيها أتمنى تنطينا إياها بالتدريج حتى وصولك إلى الدنمارك؟ نعم، أول ما رسمت 1994 مباشرة تم تعييني كمساعد لأبونا داود بفرو في خورنة مرتومة في النعيرية. خدمت 1.5 سنة كمعاون إلى، جاء كتاب تعييني إلى خورنة الثالوث الأقدس في الحبيبية. نعم. بعدها 5 سنين و4 أشهر تم تعييني في خورنة مار بطرس الرسولين مار بطرس وبولس، ومعاون لأبونا سامي مدير السيمينير كان 2001. أبونا سامي مدير السيمينير وأنا تم تعييني
كراعي خورنة الرسولين وكمعاون لمدير السيمينار. ومن بعدها 2004 ما تعينت، نعم، بس طلعت من العراق، طلعت من العراق نهاية 2004 على أمل أن أعين في السويد. جيت إلى ألمانيا وبعدين رجعت مرة ثانية ورجعت من جديد إلى ألمانيا. أبونا فيليب نجم بوقتها، مونسنيور فيليب، قال لي أبونا ابقى في الدنمارك فسنة، أخدم هناك على ما تطلع إقامتك في السويد. بعد سنة ما طلعت إقامتي بالسويد، فقال لي ابقى في الدنمارك ونعينك كاهن في الدنمارك، لأن بالسويد عدنا أصلا أني أريدك للدنمارك لأنه ما عدنا كاهن ثابت للدنمارك. فهذه كانت مسيرة التنقلات. أبونا، عام 2004 غادرت العراق، ولكن ب 2004 كانت الأحداث شوية صعبة خاصة ببغداد. نعم. فأريد نعرف هالشكل بكلمات مختصرة تجربتك. أكيد بدت صعوبة الأمور بدت من يوم 1/8/2004 اللي كان يوم دامي في العراق في بغداد. بتم تفجير 5 كنائس 1/8/2004. فكانت أيام صعبة، مع أنه دخول الأمريكان في العراق ما شفنا صعوبة. ليش؟ لأنه إحنا كنا نعيش بالسيمينير، أنا معاون بالسيمينير وراعي خورنة مار بطرس وبولس. جوي الأمريكان، ضباط مالهم، جانا ضابطين 3 صاروا أصدقائنا، الجنود دا يجون، قاموا يجون للكنيسة يشتركون معانا بالقداس مرة مرتين إجوي الضباط، بحيث قالوا لنا أي شيء تحتاجون إحنا وياكم، إحنا بس هذا تليفوننا، أعطونا تليفونهم، هذا تليفوننا، بس تخابرونا إحنا ب5 دقائق يمكم أي شيء تريدون. فعشنا من يوم الدخول إلى 1/8/2004 كانت أيام حلوة، مع أنه صار سقوط وإلى آخره. بس من 1/8 بدأت مسيرة التفجيرات، وبدأت الأمور تتلخبط، وبدأ الإرهاب يدخل بالعراق، وبدأت هذه الأمور، فصارت شوية صعوبة. ومن ذاك الوقت حتى الناس بدأت تفكر غير تفكير أنه تطلع يعني من العراق، لأنه الظاهر صارت الأمور مقصودة، لأنه 5 كنائس بيوم واحد يفجروها، من بينها كانت كنيستي آني مار بطرس وبولس، كانت مأساة 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 بكل معنى الكلمة يعني. نعم. إذن أبونا الحمد لله والشكر على كل الأشياء اللي كان صارت، وأكيد تعلمنا من التجارب. تمام. أبونا، سوينا عدة لقاءات، بعض الأشخاص ذكروا اسمك، وواحد من عندهم أخوك الشماس سعد، واللي قال أنا أقتدي بأخويا وأبويا فارس توما. فإحنا أنا يعني إنه الإنسان يوصل هالمرحلة إنه البقية يقتدون بي، أريد أكون مثل هذا الشخص. شلون توصلت إلى هالنقطة أبونا؟ يعني السر. يعني شوفي، دائما كل شيء بيه صعوبة، كل شيء بيه صعوبة، بس لما أكون قريب لله هذه الصعوبة تروح. أبسط شيء، أنا في كل حياتي أعيش شيء اسمه التواضع. أنا في كل حياتي أعيش شيء اسمه الغفران، الرحمة، المجاملة، إنه مع الصغير صغير، مع الكبير كبير، مع الشايب شايب. في الحبيبية
في الحبيبية أيضا في العراق، يعني في كنيستي الحبيبية، يعني كل الناس كانت تحب أبونا فارس ويحبون سعد. ليش؟ لأنه كان أبونا فارس إنسان محب للكل، متواضع. ما أشوف نفسي أبدا أخت جنان، ما أشوف نفسي أبدا على الناس، وأي شيء يصير أحاول أن أحل بسهولة، ما أعقد الأمور، ما أصعبها أبدا. ما فد يوم من الأيام شخص طلب من عندي شيء وقلت له لا أبدا نهائيا. فلهذا التواضع، وبالسورة نقولها مكيخوثة بشيطوثة، البساطة. البساطة هو السر اللي يخلي الآخر ينجذب لك ويقتدي بيك، لأنه هذه من الفضائل الإلهية، التواضع والبساطة ودماثة الأخلاق ومحبة الآخرين والغفران. هاي كلها نعم إلهية، بحيث يعني أقول لك إياها بكل معنى الكلمة وأقولها لكل السامعين، ما أقدر أنام إذا أنا خليت بخاطر شخص أو أكو شخص ظل خاطر عني. أستصعب هالشيء، أستصعب كلش. ما أقدر أخلي بقلبي نهائيا لا حقد. أنا ماكو بقاموسي شيء اسمه حقد، ما أعرف أحقد، ما أعرف. إذا أكو ناس تعرف أبونا فارس عكس هذا الشيء فخلي يجون يقولوا لي، أكيد أنا أكون أفرح، أكون سعيد. بس الحقد مرفوض من قاموسي، الكراهية مرفوضة من قاموسي، العناد ما عندي شيء اسمه عناد، أروج من هذا الشيء أو أتقزز من شيء اسمه عناد. التكبر هذا آخر ما أفكر به نهائي، يعني مو بس شايلة من قاموسي، شايلة من حياتي من آني صغير ولا وإلى هذا اليوم وإلى الأبد. فلهذا لما أكون قريب من الناس، من الشخص، ابتسم بوجهه. مرات ناس هي تدوس ببطني، هي تزعلني، هي تزعجني، وأني أستسمحهم، أني أطلب منهم السماح. صراحة أقول لك إياها صراحة، وهذا الشيء أريد أقوله لكل إنسان يكون يريد أن يكون قريب من الله. لأنه حبي لله، حبي ليسوع، حبي لمريم، حبي للقديسين يخليني أن أقول أنه حياتي لازم تكون بدون تعقيد، لازم تكون مليانة بحب الله، مليانة بحب الآخر. لازم أغفر، لازم أسامح، لازم أكون مع الناس. فلهذا أنا بسيط، ما عندي أي شيء علو أو تكبر على الآخرين. ولهذا تشوفين إذا شماس هادي وغيره وغيره وغيره، أخويا بعد عندي هنا شمامس الآخرين أيضا، شماس سلام شابي، سلام ماربين، شماس حازم، شماس وائل، شماس أسامة، شماس عبير، شماس صليو، شماس ضياء، هذولا بالخورانات كلهم يعني يحبون أبونا فارس لأنه بسيط. ما يجي أبدا، ما فد يوم من الأيام شماس قال شيء وأني جيت قلت له أني أحسن منك، لا أنت هذا غلط شماس، ما تعرفه، أني أحسن منك ترى. حتى إذا غلط أجي أقول له شماس لا مو هيك يقولوها، هيك، بس ما أقول له أني أحسن منك، تتعلمها، لا تخاف. فدائما ما أفضل نفسي على الآخرين. لهذا هذا السر تعلمي وما رح تقصرين أبدا. آمين. شكرا جزيلا أبونا فارس على هالنصيحة، وإن شاء الله نقتدي بيها. آمين يا رب. فأبونا آمين. وصلنا إلى نهاية هالحلقة، تعرفنا على شخصك الكريم. نختم بحلقة هاليوم شيء مختلف، نختمها بأحد التراتيل اللي حتختارها جمهور قناة القيامة. أنا اللي أختارها؟ أكيد لك حرية الاختيار أبونا.
اكو ترتيلة اللي تعجبني دائما ملكم شيحة ذا العلمين، تقال في عيد انتقال العذراء مريم. نتمنى نسمعها. نعم. ملكم شيحة ذا منه لشقيوي تعال صورخ عنيدي امرث لأم وعيا أن الأشليح نن تبارخ ما من مثلي يوحنا من آب السوس وآب دايما نورها أمرنا ميثن الهون والعرس اخطاني خمزايحي آمين.
آمين ويسلم هذا صوت أبونا، شو منقولة بسرث على شوق لأتقاله. قسمت عزيزتي، قسمت. الأب فارس توماموشي، طبعا سلامنا لأبنائنا في خورنة مار أب الكبير الكلدانية الكاثوليكية في الدنمارك. يوصل يوصل، شكرا لسلامكم، شكرا لكم. تسلم. متابعي قناة القيامة، شكرا لحسن المتابعة. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. كونوا معنا الأسبوع القادم وحلقة أخرى مميزة من برنامج مسيرتي مع الرب.